آثار سلبية لتناول الأطعمة المالحة: كيس من رقائق البطاطس، شريحة من البيتزا، طبق بطاطا مقلية، أطعمة يحب الجميع أن يتناولها بكثرة ولكنها خطيرة للغاية لأنها الأكثر ملوحة. ستشرب كمية أقل من الماء وفقاً لدراسة واحدة طويلة المدى حول توازن الصوديوم، فكلما زاد استهلاك الملح قل شرب الماء. زيادة في الوزن: قد تبدأ في اكتساب الوزن والرغبة الشديدة في تناول المزيد من الأطعمة الدهنية. ستشعر بالانتفاخ، يؤدي تناول الأطعمة المالحة كل يوم إلى الانتفاخ لأن جسمك يحتفظ بالماء. سوف تنتبخ أصابعك، الكثير من الملح في مجرى الدم ينتهي به الأمر إلى الاحتفاظ بالسوائل مما يحدث تورم في أصابعك. يبدأ جلدك في الانقسام وظهور حب الشباب، هناك الكثير من الأدلة التي تدعم فكرة أن حب الشباب والنظام الغذائي لهما تأثير مباشر على بعضهما البعض. تصاب بالصداع: إن أولئك الذين يتناولون أطعمة غنية بالصوديوم يعانون من الصداع بنسبة الثلث أكثر من أولئك الذين تناولوا أطعمة منخفضة الصوديوم. يمكن أن تصاب بارتفاع ضغط الدم: تم ربط تناول الصوديوم العالي بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وفشل القلب وسرطان المعدة وأمراض الكلى.